مرحبا. التجميل في لبنان أصبح من أوليات العالم بالعالم وفي المرأة. مين منا ما بتهتم اليوم إلى تجميل نفسها من الأنف، البوتوكس، الفيلر، تكبير الصدر، تكبير المؤخرة أو حتى الشفط؟ الاتجاه لليوم يمكن مستمر إلى تكبير الصدر أكثر أو إلى تكبير المؤخرة. كل هالتفاصيل رح نعرفها مع دكتور توني نصار. أهلا وسهلا فيك دكتور بعيون بيروت. اهلا فيك، ميرسي. يعني شو اخبارك؟ تمام، جود. بداية دكتور، بنعرف انك انت جاي من البرازيل من حوالي 5 سنوات ومتخصص هناك، شو بيفرق يمكن الطب او المدرسة البرازيلية عن المدرسة الامريكية او حتى الاوروبية او الطب جامع؟ هو اول شيء ككل جراحة التجميل هي عندها كونسبت واحد بالعالم بنتبعه كلنا سوا، ولكن بما انه فن بنلاقي كل بلد او كل مدرسة عندها اتجاه شوي خاص فيها. اللي بيميز شوي الاتجاه البرازيلي انه للطبيعي اكثر، يعني كنتيجه تكون ناتشورال، يكون محافظين عم نحسن مش عم نغير. يعني كمبدا انه يصير في عمليه تجميل لتحسين مش لتغيير الشكل. والمدرسه الاوروبيه والامريكيه بيبين يمكن عليها اكثر؟ يمكن لان المدرسه البرازيليه فيها عندها خبره اكثر بهالمجال، لسبب شوي متقدمه بعالم التجميل. ولكن ما معناتها انه المدرسه الاوروبيه والامريكيه ما منيحه، لا بالعكس، عندهم مستويات كثير عاليه، ونحن على طول بنجتمع مره بالسنه، العالم كله بيجتمع مع بعضه وبنتبع الجديد اللي عندنا وعندهم وبنتبادل مع بعض. لهالسبب اليوم يعني في شيء مشترك وفي شيء خاص بكل جراح تجميل ان كان بلبنان او بالبرازيل او بامريكا او باوروبا. لسبب بنشوف اهم شيء نشوف هالجراح شو قادر يقدم او شو التكنيك اللي بيتبعها، واهم شيء يكون اب تو ديت لكل شيء جديد عم بيصير بالعالم. برازيليان استاتيك سنتر اللي بتخصك دكتور توني، بشو بتختص يمكن من عمليه التجميل؟ بالبرازيليان استاتيك كلينكس عملنا هالكونسبت لحتى نقصر المسافه، يعني لحتى ننقل شو في بالبرازيل لهون على بيروت، لكل ست عربيه بتحب تقوم باي عمل تجميلي، من جراحة تجميل، من علاج تجميلي، من دايت، من تجميل نسائي، كله هيدا موجود مأمنينه بالعيادة بثلاث فروع، فيردان وكاسليك وزحلي، لحتى نقرب المسافات ونخلي الست هون بلبنان تحصل على كل شيء قادر تحصل عليه برا بالبرازيل. دكتور توني، بنعرف انه السياحه التجميليه بلبنان صارت كثير مطلوبه، قديش يمكن عم بيجوا يقصدوا لبنان لهالسياحه او لهالتجميل بالاجمال؟ السياحه التجميليه اليوم عندها اول رقم واحد بالسياحه، حتى في ستاتستيك عملناها نحن للعياده لنا وشفنا قد ايه بتاثر على السياحه العامه. يعني الست اللي بتجي على لبنان تعمل عمليه تجميل عم تجي تقعد باوتيل وتستعمل سياره ومطاعم عم بتمشي كل شيء يعني وبالوقت ذاته عم تصرف بالعياده وبالمستشفى وبالاوتيل. من هون عم تكون افاده كبيره وكامله، واليوم هي اكثر عمليات عم بتصير بمجال الطب هي عمليات التجميل، وخصوصا للناس اللي جايين من برا. واليوم السياحه التجميليه منا مقتصره بس على العرب، ولكن على اوروبا وامريكا وكندا، لانه ارخص نحن يمكن نعتبر، مش ارخص بس لانه نحن لمعين فيها. يعني لبنان اليوم مميز بعالم التجميل، هذا بيرجع للجراحين الموجودين هون، لانه كل واحد منا جاي، صحيح جاي من برا ومتخصص برا، بس هون عنده خبره، صار هون وصار يعرف الست، صار يفهم الست اللبنانيه او العربيه شو بدها، وصار يقدم لها نتيجه هي بتحبها وبترغب فيها. لهالسبب جراح اللبناني مميز عن غيره بهالنظرة هي، ولأنه الكل بيقولوا عنده نظرة، عنده ذوق، عنده تكنيك، لهالسبب بيقصدوا كل الستات العربية والستات الأوروبية كمان. واللي دايما اللبنانية معروفين بذوقهم. رح نبدأ حديثنا دكتور توني عن شغل الصبايا وشغل الناس وحتى شغل الشباب، هي التكبير المؤخرة أو الفاس. عم نشهدها كثير عند الفنانين، عند المشاهير وحتى عند البنات العادي، وانت بيقصدوك شخصيا الى هذا الشيء، معروف برازيليان بات، حضرتك جاي من البرازيل. خبرنا عنها اكثر، شو الطريقه المعتمده فيها، اي مخاطر؟ الدرير صارت مثل ما قلتي اخذ اهتمام كثير كبير. انا من 5 سنين بلشت اشتغل فيها هون بلبنان، من بعد ما كنت اشتغل بريو جانيرو فيها. اول شيء ما كان لها طلب قد ما هو هلا صارت تقريبا اقل بشوي من الصدر،
يعني رح يمكن نهار نوصل نصير نعمل عمليات الدرير قد ما بنعمل عمليات صدر، واللي هي اليوم عمليات الصدر ثاني عدد بالعمليات التجميل، يعني كثير مرتفعه. قليل اليوم ست مش عامله صدره او مش محسنه صدره. من هون الدرير اليوم عم تكون عم تحتل مرتبه جديده بعمليات التجميل. اكيد تقدمت كثير وتغيرت كثير. اول ما بلشنا كنا نعتمد على الدهن، كنا نقوم بعمليتين سوا. اول عمليه نشفط الدهون من الجسم، ننحت الجسم خصر بطن ظهر، نجمع الدهن نرجع نحقنه بالدرير لنعطيها شيب، لنعطيها فورم يلبق مع الجسم. بس ما بيصير في سيلوليت ساعتها بالدرير بهالطريقه؟ لا، لانه دهن يعني وجودا الى ذلك ايه المفروض ينحقن بغمق معين لحتى ما ياثر على الجلد من برا، هيك ما بيصير فيه، ما بيزيد السيلوليت. وهيدا مش انه شيء قديم وما عم نستعمله، بعدنا بنستعمله بحالات معينه بس، ولكن اوقات الست منا على طول بدها تعمل عمليه شفط او ما عندها دهن، صح، او بدها تترك جسمها مثل ما هو بس بدها تشتغل على الدرير. من هون في عندنا طريقتين حلين، او الاوبر الفيلينج اللي هو كميات كبيره من الفيلينج. في فيلينج خاص اليوم نستعمله للدرير، سيف منه ما بيعمل مشاكل، بينحقن بالعضل لحتى يكبر، ينفخ العضل. بس اسم الله قديش بدنا بهالفيلينج؟ يعني نحن اذا بننفخ خدودنا بدنا ابره ابرتين وثلاثه، كيف الدرير يعني؟ الدرير كل ميل بده 250 سيسه فيلر. قديش تكلفتها هيدي؟ مكلفة شوي اكيد، لانه في كتير كمية دواء عم تستعمل. واليوم اللي هو شيء كتير منيح، هلا بالبرازيل في نوع امبلانت حشوية خاصة تستعمل للدرير لنفخ وشق للدرير، يعني فينا بس اليوم نشقه للدرير، ما ضروري نكبرها وننفخها. وهيدا الشيء خاص عم نوصي عليه من هونيك، اليوم هي هاي الامبلانت النازلة جديد، يعني هي تعتبر نمبر 1 بالعالم، واخذت ابروف اف دي ابروف، لانه الشيب تبعها هو اخذ شكل العضل الموجود، وهي بس مسموح تنحط تحت العضل. وهيدا اللي بيعطيها امانه للعمليه. يعني اليوم كنا نسمع هي زاحت البروتيز وزاحت من محلها وطلعت وهالمشاكل كلها سوا. هالامبلانت هلا الجديده ما عندها هالمشاكل كلهم سوا. هيدي الى تكبير المؤخره او لا الى شقله؟ شقله او تكبيره، اثنيناتهم سوا. هون بنشتغل على البروفايل، في هي بتيجي اثنين بروفايل، يعني الشكل تبعول الحشوه فيكون عالي وفيكون واطي. اذا كان عالي بنستعمله لتكبير، واذا كان واطي لشقل الدرير. دكتور بس في سيكاتريس بتبين مثل الصدر، يعني بنعرف انه بيبقى يمكن 2 سنتيمتر شوي سيكاتريس او محل جرح، بالدرير في شيء ببين؟ اقل بكثير، ما في جرح ابدا، لانه بيجي الجرح بين الدرير اثنيناتهم، ووقت اللي عم نكبر عم يختفي، عم بيفوت بقلبهم، يعني ما في جرح ظاهر ابدا. وجرح صغير، يعني جرح 4 سنتيمتر بيجي بين اثنين، يعني بيختفي هذا الجرح ما ببين. والعمليه اليوم صارت سهله كثير، يعني تتراوح ساعة من الوقت وبطل فيها وجع الأوجاع القديمة. ولكن أهم شيء أنه نعرف كيف نحطها ووين نحطها، لأنه هيك ما فيها تنحط الإمبلانت تحت الدهن وتحت الجلد، لأنه يعني بتعمل مشاكل بعد وقت بتزيح من محلها. لسبب المحل الوحيد المسموح هو تحت العضل، أو بالأحرى بين العضلتين اللي هن الموجودين بالدرير. وقت بنحطها بالمكان المناسب ساعتها ما بتزيح، عم نتفادى كل المشاكل، وهي فور لايف، يعني ما بتتغير. بدي اسالك انه اذا كل 10 years او 10 سنوات بنغيرها، يعني مثل الصدر ما بتتغير. وهيدا امبلانت جديد اسمه كوارتز مسمينه، هو اللي فور لايف، يعني ما في داعي نغيرها، والشيب تبعه لها كثير طبيعي. يعني بنشوف الدرير ما بنعرف انها معموله، لانه حتى على التاتش ما بتحس بشيء جديد، يعني ما بنحس بسيليكون، بشيء مش طبيعي. لا، لانه هي بتجي كثير غميقه، يعني بتجي تحت العضل، وانت وقت بتدسي الجلد والدهن وشوي من العضل، يعني ما عم توصل الدسيه للامبلانت. بدها صور من بعدها حكيم او لا خلص؟ لا ما في داعي، هيك بينغشوا الشباب كثير صاروا بالدرير. دكتور توني، قد ايه تكلفتها هيدي العمليه البروتيز تبع المؤخره؟ هي اكيد اقل كلفه من الفيلينج، ويعني بحسب تتراوح من حاله لحاله.
ولكن اقل كلفه من الفلينج اكيد، يعني ومدتها كل 10,000 دولار 8,000 دولار 5,000 دولار يعني حسب الكيس اللي بتكون وحسب الحجم، وهي بدها تتوصى عليها يعني قبل لحتى تجي على شكل البنايه. طيب من بعد ما نوضع هالبروتيز هل في شيء مثلا وجع ورم طريقه نوم معينه بتعرف الريكفري من بعدها؟ يعني من زمان كانت كتير يعني كانت تقعد 6 شهر بلا ما تنام وبلا ما تقعد على بطنة. بس اليوم اللي بقوله ما يستغربوا ان فيها تاني يوم تقعد. ليه؟ لان هي بتجي فوق القعدة يعني ما يعني كيف ما قعدت 6 ما بتقعد عليها، بتجي فوق القعدة لهالسبب ما فيها اي مشكلة، وبما انها محطوطة تحت العضل يعني ما في خطر انها تزيح، ولكن بما انه عم نشتغل بالعضل في عنا شوية ديسكومفورت شوية هيك انزعاج لمدة يومين ثلاثة، هالانزعاج بيزيد اذا قعدنا عليها او نمنا عليها، لهالسبب بيستحسن اول اول جمعه تنام طب او تنام على جنبها او تنام على تحط مخده فوق او تحتها. طب ما فيهم يقعدوا اول جمعه؟ بلا فيها تقعد لقدام شوي. يعني فيها تقعد تقرب لقدام. لا بتري عم باخذ هالتفاصيل بس لانه كثير بيسالوا عنهم بصراحه، خاصه انه هلا صار في كثير من الفنانات والمشاهير عاملينها، فبتعرف الصبايا بصيروا كلهم عملت فلانه كيف وليش وامتين لاح على الموضه كمان صار لاح على الموضه. دكتور من حديث الى تكبير المؤخره الى تكبير الصدر، نحن اجينا لقاء معك بعيادتك الخاصه عن تكبير الصدر، حنشوف وحنرجع يعني ناخذ معلومات اكثر عن تكبير الصدر. اوكي. اليوم حتى بمجال التجميل تقدم يعني على طول في تطور، حتى بنلاقي تطور اليوم بصناعه السيليكون بصناعه الامبلانت الحشوه اللي بنستعملها لنكبر الصدر او لنشقله، صار في عنا عدة أنواع وعدة أشكال وحتى محتوياتها من جوا اختلفت. هيدا اللي بيرجع بنقول ليه بنستعمل هي مش غيرها، حسب الصدر. يعني الست اللي ما عندها صدر كبير ما عندها دهن ما عندها غدة فينا نستعمل بروتيز ثانية اللي هي بتجي على شكل سفنجي من برا لحتى تكون صافت تكون ناعمة التاتش، ما تحس الست بالبروتيز بالإمبلانت من برات صدرها. بينما اذا كان عندها غده وكان عندها صدر بيكفي نستعمل هذا النوع الثاني اللي هو بيجي تحت العضل، ما بتحس فيه ابدا وعمليته بسيطه وبطلت مثل الاول. كان بالاول تعاني منها شوي وجع ومشاكل وتترك شغلها او تبتعد عن حياتها الاجتماعيه لفتره، بينما هلا صار طريقه البروتيز المعموله صار جرح كثير صغير، يعني ما بقى بدنا نعمل جرح كبير لحتى ندخل الامبلانت ندخل الحشوه، بجرح كثير صغير تقريبا 2 سم قادرين ندخل حشوه كبيره بقياس 400 و500 سنتي. دكتور توني شفنا عملية الليفتنج هلا حاليا، خبرنا عنها أكثر. نحن قمنا شوية مشاهد يمكن عنيفة عند المشاهد، طبعا مشاهد بتكون يمكن عم بتقطف فيها وإلى آخره وشد الليفتنج كله للوجه، خبرنا أكثر أنت عنها. اليوم شد الوجه في تطور كبير كثير وهذا شيء كثير منيح، خبرية حلوة للستات إنه اليوم مضبوط صار فينا نشد وجهنا ويرجع مثل ما كان قبل 15 سنة أو 20 سنة بمدة قصيرة اللي هي ساعة ونص ساعتين اللي بيتم فيها قص العضل اللي مترهل وشده بطريقة بيرجع الوجه مثل ما كان، يعني ما فينا نغير شكل الوجه. يعني بيرجع إذا ست عندها صورة لنقول هي هلا جاية عمرها 45 وعندها صورة 30 أو 25 فيها تجيبها وتفرجينا كيف كان شكل وجهها وفينا تقريبا نرجع نرده نوعا ما مثل ما كان بواسطه هاي العمليه. والمنيح بهي العمليه انه ما فيها ورم وزرع. ايه لانه معروف عن الليفتنج انه بدك تقعد شهر بالبيت تقريبا، لانه كان الليفتنج القديم كان كله تحت الجلد.